السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا اتكلمنا في برنامج الاركيكاد، بلاقي اول حاجة عندي البروجكت ماب، وبلاقي هنا الستورز او الادوار او الفلورز. فتقدر تضيف اي حاجة من انت بتيجي هنا سيتنج وتقول له انا عايز اضيف دور قبل دوت او تحت دوت. هو هنا بيقول لي الجراوند من زيرو لكذا، ممكن تعمل حاجة بلو ده في اللي يعتبر زي بيزمنت مثلا، هيبقى بالسالب وهكذا. طيب ممكن نيجي برضو في نفس الفكرة، برضو سيتنج هي نفس الحاجة، وهنا تقدر تضيف دور اوتوماتيك، يعني تقول له مثلا ده الدور التالت، ضيفهولي مثلا فوق الدور اللي انا واقف عليه وهكذا. تعمل سيلكت الاول على الدور اللي انت عايزه. بعد كده بنلاقي الفيو ماب، ده بتلاقي بقى فلور بلان، بتلاقي السيلينج بلان، الستراكشر بلان، نفس الادوار اللي موجودة. بقى لما تعمل سيلكت وتدخل في السيتنج بيجيب لك الاعدادات الخاصة بالسكيل والخاصة بالستراكشر ديسبلاي والجرافيك اوفررايد وكل الكلام دوت. وممكن تعدل برضو من هنا ان انت تخلي اللوحة شكلها حلو زي ما انت عايز، ممكن تخفف حاجة تقل حاجة، تقول له لا ده انا عايزها 3D او عايزها بلان، عايزها ميكانيكال، ده دي معماري انشائي زي ما انت عايز. هتلاقي حاجة هي ستراكشر ميكانيكال ديتيل ابروفال وهكذا. ندخل بقى بعد كده اللي هو اللي اوت، اللي هو يعتبر الشيتات. فانت ممكن تعمل شيت، تمام؟ الشيت دوت لما تفتحه تقدر تسحب اي فيو وتحطه في الشيت دوت بكل سهولة. وتقدر تدخل هنا على السيتنج تظبط الاعدادات زي الاسم، زي الدرونج اي دي، الاسامي بتاعت الملف. اخر حاجة بقى اللي هي البابلش سيت، دي عبارة عن ان انت بتعمل فولدر، مثلا نعمل فولدر خاص بالتوكيد. خلينا نلغي دوت مثلا، ديليت anyway. تمام، هنعمل دلوقتي فولدر جديد ومثلا نسميه دي دبليو جي. وتبدأ تسحب بقى الملفات اللي انت عايزها مثلا من هنا كده اهو، خلينا نسحب الملف كده وتحطه جوه الدي دبليو جي. دلوقتي ده هنظبطه ان هو مش هيطبع بي دي اف، لا هيطبع دي دبليو جي بالشكل دوت. فلما اقول له بابلش هو بيبدأ يصدر للمكان اللي احنا محددينه، اهي بابلش، فهو بيروح مصدرهم للمكان اللي احنا عايزينه. كونتينيو بابلش، تمام. ممكن تقول له ستوب او اعمل هو بيصدر للملف اللي احنا حددناه من شوية. تقدر تدخل هنا في الاوبشن عشان تحدد الاختيارات بتاعتك من حيث الباك جراوند كولر مثلا او من حيث السكيل وهكذا. طبعا كل واحده بتختلف، الدي جي ان بتختلف عن البي دي اف والصور وهكذا. بس هو الميزه ان انت ممكن تعمل فولدر للدي دبليو جي وفولدر للبي دي اف، وكل واحده فيهم تحدد انت هتصدر لايه، فتصدروا كلهم مره واحده.